وعليكم. عايز اتكلم معاكم ازاي تعرف اللحمه اللي انت جايبها من الحاتي اللي انت واكلها، سواء في كفته او طرب او اي حاجه، بغض النظر دي لحمه ايه اللي عند الحاتي مش اللي عند الجزار. عند الجزار البيطريين قال لك ايه الفرق اللي بينهم، اللحمه بتاعت الكلاب او الحمير بتبقى احمر داكن، كميه الدهن فيها قليله، متماسكه، السطح بتاعها لزج. لو جبت سكينه ودفتها او بميه دافيه، دفيتها بميه دافيه وقطعت بيها الشريحه بتاعت اللحمه، تلاقي ريحتها لو اتغيرت تبقى دي ريحه مش لحمه باري او اي حاجه. انا لا، انا اتكلم، انا لما اشتري لحمه من الحاتي او كبده في اي شكل من الاشكال اعرفها ازاي؟ طبعا قبل الاكل مش هتعرف، يعني هتتدبس فيها وتاكلها ومش هتعرفها كميه البهارات والتوابل اللي بيحطوها، حتى لو لحمه ميته مش هتعرفها، انما جهازك الهضمي هو اللي هيكشف لك الموضوع ده في اول 8 ساعات، وبعد كده خلال 24 ساعه. اول 8 ساعات لو مجالكش اي مشاكل في معدتك، شويه تقلصات، انتفاخات، الم، مغص، ماشي، يبقى احنا كده عدينا من نسبه 50%. تيجي بعد كده رائحه البراز، لو ريحه البراز او لونه اتغيرت خلال 24 ساعه وال 48 ساعه الى لون اسمر غامق، بني غامق وريحه وحشه، تعرف ان ديت لحمه كلاب او حمير او لحمه خزده، فتقاطع الراجل دي نهائيا او تنبهه او تبلغ عنه. والسلام عليكم.